اللهم أنبت لنا الزرع، اللهم أنبت لنا الزرع، اللهم أدر لنا الضرع، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول، اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول، اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. مدحونا جمهوريه الصومال الى المدن احمد محمد محمود سلاني ايا شعب ku dhaqan magaalada ceyrigaabo kula tukaday salaadii jimcaha kadib markii isaga iyo waftigiisu ay habeenkii xalay u hoydeen magaalada ceyrigaabo sheekh maxamed aadan imaamka masaajidka weyn ee calimatoon ee bartamaha magaalada hargeysa oo kamid ah gudida heer qaran ee gurmadka iyo taakulaynta abaaraha qaybna ka ah waftiga madaxweyne Soomaaliland horkacay oo khudbada jimcaha ka akhriyay masjidka التغوى او مدحونو كلتو كان اي شعب غرير عرقابو ايو كدير اذي شيخو حالد دا ابارتا سيدا لوغو بهاي هاي انددك مسلمين تا اهي ايسكو غرقاران او اي كرهيين دن بيداف ويدستان اسكونا عويان او اي ددك ابارو اي وحييليين اي وحسيان سيو ايب انوغو نحريستو شيخ waxa uu ka hadlay oo kale sida ay diinteena suuban ee Islaamku ay uga hadashay isgargaarida iyo sadaqa bixinta waxaanu dadka tijaarta iyo kuwa wax haysta iyo sidoo kale qurba joogta Soomaaliland ugu baaqay inay soo caawiyaan oo ay u gargaaraan walaalahooda tabaleysan ee abaartu ay saameysay walaalayaal ummadani maanta waxay u baahan tahay in Ilaahay dib ugu noqoto in Ilaahay loo noqdo kiyaa salaada tukan in salaadi dib ugu noqdo كي قش سميني قش كي كان نقضه كي خيانة سميني خيانة دي كان نقضه قول علي هدي عين إلهي أن نقضه إله الرحيم إن هو استوغنا نارتي سكاري كريم إن روب كائمة كهداء أنه أول يمك ما يدك أول يدهين إذن كا وينو كان صلى الله بو يدنا ما ينان عرقنا أبارنا إسكو ما ينان نمادين عالم كوردن هدو إسكو يمادن ربع روبك يني ما يدك والبلاد. اللهم أصلح العباد والبلاد اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أحمد سكي داير عصان يا عبد الله علي السودي تلفزيون قرنك الصومالي لان مقالة عيري قابو